اصدقائي هذا اليوم الحجية راح اسوي لنا مندي الدجاج. المندي الدجاج راح يكون ويا تمن ودقوس زين، اكو انواع بهارات، انا شغلات بصراحه ما اعرفها، راح اشوف الحجية شو حضرتنا اليوم. خليكم ويانا وعاشوا اصدقائي. نبلش ويا الحجية. شلونك حبيبتي الحجية؟ الله يسلمك الله يرضى عليك. الله يخليك. راح اسوي لنا الحجية. السلام عليكم حبايبنا، اليوم راح نسوي مندي. المندي زين. المندي طبعا انا قاعد اشوف هنا اكو شويه شو اسمه مكونات واجزاء، خلينا نبلش بهذا الجزء اللي هنا. شنو هذا؟ حجيه تمن. انا كيلو تمن. كيلو تمن زين. نص خاشوقه سبع بهار صغيره. صغيره زين. نانا قرنفل. قرنفل. نانا هيل زين. هنا نص خاشوقه فلفل ابيض. حلو. هنا خاشوقه وسط ملح. وهنا زعفران. هذا زعفران يا ب... هاي هنا شنو هاي اللي شغال الزينه؟ هذا الزينه اللي هو شنو هذا كشمش. كشمش إيه؟ ولوز. ولوز زين. هسه هذا جزء ما شنو مال التمن زين. مال هذا مال التمن زين. خلينا نحول هنا شنو على جزء مال الدجاج. الدجاج يلا. هنا بصل ترمته زين، بصل مفروم. ايه تخلي عليه الملح زين. هنا بهار مال الدجاج. حلو. هنا زعفران. حلو ممتاز. هنا ثوم. هذا ثوم. باودر. باودر زين. هنا صاص. هذا صاص زين. خليه وياه هاي الدجاجة نقعناها زين بالخل والماي والملح. حلو. ايش قدرت تقريبا يعني؟ ساعة. ساعة زين. حلو زين. هسه هاي المكونات مال الدجاج زين. هسه هاي اخر شيء شنو هالمكونات؟ هاي الدقوس. هذا الدقوس يا ابو، هذا الصوص يعني. اي سلطة هذي تاكل ويا التمن. اي يعني هي المندي. نعم زين. هسه يعني هاي النعناع. نعناع. اي ثوم. ثوم. إيه ليمون. اي كزبرة وكمون. حلو. طبعا نص خاشوقة نص خاشوقة من هاي من الصغيرة زين. وهنا أنا شطة. شطة. هنا أنا فلفل ألوان. ألوان. هذا الفلفل بارد. بارد اي نعم. وهنا طماطة. طماطة زين. وبالنسبة للشطة بس أريد أسأل سؤال، الشطة نقدر ما نخليها يعني إذا واحد ما يحب الشطة مثلا؟ إيه حسب الرغبة. حسب الرغبة زين ممتاز يعني مو لازم يعني. مو لازم. لا زين. زين هسه شنو راح نبلش بأول شيء؟ أول شيء راح نبلش بالدجاجة. بالدجاجة زين. يلا خلينا نبلش بالدجاجة. راح نخلي ملح على الثوم. على البصل. هذا البصل عفوا، هذا على الثوم. بصل إيه. هاي البهار. هاي البهار يا ابو. وهاي الثوم. هذا الثوم البودرة. بودرة يعني خاشوقة. خاشوقة صغيرة. صغيرة. زين. طبعا يا جماعة هاي الأكلة فتشي يعني اللي ما ماكلها فتشي من الأخير والله يعني فتشي كلش كلش طيب. المندي. هسه نجيب الدجاجة هنا. هي اعتقد اصلها حجية هاي يمني المندي. ايه اكله يمنيه. لا احنا كنا بالامارات كنا ناكلها. اي بالامارات تعلمنا هناك يعني عليها، والمطاعم هواي مال المندي معروفه يعني بابو ظبي وبدبي موجوده مطاعم المندي. زين هسه هاي كلها هنا. هاي هي كملت. هي جاهزه. حلو. زين هسه اجيب الصاص اخليه على الزعفران. على الزعفران. هاي ناس زعفران. حلو. اجيب شويه زيت. زيت نباتي يعني؟ زيت نباتي. زين. يعني خاشوقه. اي فت خاشوقه صغيره يعني. حلو. هاي فوق البهار. اي تخيلوا من هسه الريحه والله بلشت تطلع كلش حلوه، تخيلوا بعدين شلون؟ مو واحد جيه؟ ايه هي كلش طيبه هاي الاكله فعلا. هاي بنكهه الزعفران تطلع كلش طيبه. هسه نجيب هذا البطل. البطل اي نخليها نجيب نخلي بيه مي اول. زين. نخلي بيه مي دافي. مي دافي.
هاي الطريقة هاي ما شايفها بصراحة حجية. ايه. هاي انا الطريقة ما شايفها. بس انت تسويها بالعراق. ها بالعراق تسويها؟ بس انت ما تكون موجودين بالمدرسة. اي. هاي البطل خلينا بيه ماي. زين. اول شيء نشعل الفرن. نشعل الفرن يابا على 250 مثل المعتاد. على الاخير. على الاخير. نجيب هاي الصينية. اي. نخلي بيها مي داخل. يا بتعلموا هاي الطريقة ترى والله ما شايف هاي الطريقة، هاي أول مرة. يا بهاي السنة تخلون بيها مي دافي. نحطها بالفرن. نحطها بالفرن يعني. هاي شنو راح تصير على البخار يعني؟ بس نشوف. إي يلا نشوف. خوش كلام. زين هسه هذا المي شنو المي الدافي بالصينية بالطباخ؟ مي دافي. زين. هنا مي دافي. وهنا أنا مي دافي بهذا البطل يا بهاي. بس راح اجيب دجاجة. اي. البطل اخليه هنا. زين. اخليه هنا. اه تلبسيه بالبطل يعني. اي. اي. زين. عم تخلي لها الصوص. تتبيله. زين. هسه. زين يا بس هسه شنو؟ نخليها بالفرن. هسه نخليها بالفرن بهالطريقة هاي. هيك. حلو. يا بهاي طريقة والله أنا أول مرة أشوفها. نشوف شلون. إي. هاي بالنص. بالنص ها بالنص هالشكل؟ إي. آه. بيقدر الواحد يخلي له ثلاثة مو بس وحدة يعني. ثلاثة أربعة حسب الفرن يعني. إي حسب كبر الفرن يعني. إيه. واحدة بصف اللوخ أو شيء على كذا بطل يعني. إيه. زين هسه كل ما تقل المي نخلي لها مي حار. اي. حتى اذا نخلي لها مي بارد يطق البطل. هذا الحكي. زين نخليها مي حار وين بقصدك بالصينيه؟ بالصينيه. بالصينيه بعد البطل نفس المي اللي بالبطل هذا من هذا يظل مثل ما هو. اي هو يحمى وعلى راحته. على راحته وهذا البخار مالته يستوي عليه. والله شيء هذا شلون طريقه يا بهذا شيء من الاخير والله. هاي ما شايفش طريقه انا اول مره. قلنا لكم هسه بمرحله الثانيه اللي هي مال الدقوس. هسه نحط هذا شنو الثوم. هاي الفلفل الالوان. هذا الفلفل الالوان يا با. ويضرب في الخلاط ضربا مباحا ها حتى يستغيث. زين هاي اول شيء. هسه شنو نحط؟ طماطه. الطماطم نخلي الليمون. خلي الليمون. هذا شنو هذا يعني بس ليمون طبيعي. الليمون طبيعي عصرتي. اي زين. النعناع. نعناع يابا. نعناع وهاي الكزبرة والكمون. والكمون. والشطة. الشطة. راح اخليها كلها خف. تصير حارة. اي. تحط جزء. اي يعني قد خشوكة صغيرة. زين. وعلى حسب الرغبة يعني اللي يحبها حارة هواية يحبها ما يحبها شطة يقدر ما يخليها. راح نخلي لها ملح. زين. هاي شنو خاشوقة كبيرة مو؟ خاشوقة وسط. خاشوقة وسط. حلو حلو حلو.
طبعا هاي مثل المقبلات هاي، يعني شنو مثلا بالخاشوقه تخلون ويا التمن زين وتاكلوها، شلون المرقه او الزلاطه. الزلاطه زين، نفس الزلاطه بالضبط، تتخلى ويا الجسمه ويا التمن ودجاج وشي من الاخير. والله هذا الدقوس المقبلات بس اخليه بالثلاجه اي ما يخلص الشغل كله. الشغل كله ايوه، نخليه بالمواعين يعني الطاسات او كاسات. خوش كلام. اي زين، هسه هاي الدقوس هذا هنا عندنا خلص، هذه المرحله الثانيه. خوش يعني هسه راح شنو، راح ننتقل للمرحله الثالثه بعد تنظيف هاي الامور كلها. خلنا خذنا شوط مباوع عليها، هي قاعد تنشوي بطريقة، شوف الضرب من البخار يا بشنا الطريقة بس على البخار. هذا هنا أنا قاعد شنو تنشوي شوي شوي يعني. إن شاء الله يقدر هذا الحجية بعد في نص ساعة. لا يراد لها هي كليتها ساعة ونص. ساعة ونص صلاة، نص ساعة صلاة. نص ساعة. اي راضي بعد ساعة يعني. تستوي على كيفها. كل ما تخف الماي نخلي لها ماي حار. خلي ماي حار، مو بالبطل بس بالشي اسمه، بس بالصينية. بالصينية. نعم. يابا هسه شوي المي خفت هنا، قلنا خلينا شنو؟ حجة قالت خلينا ندير ماي نشوفهم شلون. ماي حار، ماي حار من الكتل. ماي حار من هذا الكتل. فاير. الشكل ونرجع نسده مره ثانيه. هسه نسوي المندي. هسه نسوي المندي. هاي شنو؟ هاي مال هسه الشغل مال المندي. هسه هنا شنو حجي هذا المي؟ هاي مرق مال دجاج. هذا اي مال دجاج، هذا نسلق بيه اول. اي زين. هنا شو حنسوي هسه؟ نخلي اول شيء زيت نباتي. نقلل عن مية الدجاج. ايه. دسمة شوية. زين يا بس شنو؟ بس نخلي القرنفل. القرنفل. هاي الهيل. هذا الهيل يا با. هاي السبع بهار نص خاشوقة صغيرة. زين. هاي نص خاشوقة صغيرة فلفل أبيض. نعم. نحركها بس تطلع شوية ريحتها، نخلي التمن. زين. والله ريحة طلعت، أنا ضربت بخشمي. إيه هسه. تمن. هذا الملح خاشوقة وسط. حلو. طبعا هاي مية الدجاج جمعنا مملحة وبها ماجد. زين. هاد ما يتغطى يعني تمن يتغطى. الشوربه مال الدجاج بالشكل هذا. حلو. بس نص ساعه ويستوي. ان شاء الله. نرجع لكم ان شاء الله. هسه هاي المرحله ما قبل الاخيره. شوف عين شلون قاعد تلمع. صار تلمع هسه، وصار شنو عين قاعد تنقط. هسه بنخليها شويه مي بعد. تقريبا كلش قد يعني كل ربع ساعه قاعد تنشف تقريبا. ليه؟ كل ربع ساعه اي. يعني كل ربع ساعة تفحصوها تشوفون المي مالتها زين وشوفها بلشت تستوي. هاي ظل تقريبا ربع ساعة بعد ان شاء الله. ان شاء الله. وتستوي ان شاء الله. خلينا نشوف هسه التمن هنا. التمن هم صار تقريبا نص ساعة. بس
هسه راح نسوي نخلي شنو يعني؟ خلي الزعفران. خلي الزعفران. هذا الزعفران زين ليش بهالطريقة سويناه؟ حتى تصير ألوان تصير حلوة. ايه زين يعني مو كل يصير لون واحد يصير ألوان. ايه ملونة. خوش طريقة. تصير لون برتقالي وأبيض. حلو. يا والله هاي طريقة جديدة. تنشف هذه مرة حتى تصير أحلى يعني. حلو. يصير اليوم كلية سوية. سوية زين. يلا هسه نخليها في ربع ساعة بعد همين ونرجع لها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يا جماعة هاي هسه ربع ساعة الأخيرة خلصت وهاي هسه صار لها ساعة ونص. حتى المي نشفت. هسه المي همين نشفت. زين. والأمور إن شاء الله طيبة. زين يا أبي. وطبعا الفرن ظل على درجه 250 على اعلى شيء زين يعني ما نصيناه او شيء ظل على نفس العلو مالته اعلى درجه. وهاي ان شاء الله خلصت. ايش راح نسوي حجيه؟ بس راح نطفيها. به بسم الله. قولي لي شنو الطريقه؟ تضبط وياك شيش؟ بسم الله. زين شوف حتى المي اللي بيه هذا طبعا لازم ودت مي ولا شيء. هذا المي اللي بيه ظل مثل ما هو محجيا. إيه؟ ايه هذا ما ظل بس اللي بالصينيه يعني هو اللي إيه اللي يتبخر يعني الجو ما يصير بيه شيء بس بخاره يخليها تستوي من جوا يعني الدجاجه هذا البطل يخليها تستوي من جوا البخار منه. شوف البخار منه شلون قاعد يطلع. شنو هذا البخار من البطل يعني قاعد يطلع هالشكل فعمود شنو هسه استوت 100% من جوا. هسه راح نخلي المندي. زين يا ابي. وهذا هسه المندي. زين يا ابي وهسه الامور شنو؟ هاي الطريقة حلوة وجديدة انا اول مرة اشوفها بصراحة كلش شيء ممتع ممتاز. زين هسه هاي هنا عندنا المندي. هذا شنو عن الالوان هسه صار الوان. عمود يصير شنو برتقالي وابيض يعني ما يصير كله لون واحد هسه لونين صار. شفت الطريقة شلون سوت الحجية؟ حلو هسه ينقلب هالطريقة هاي. بسم الله طبعاً هسه هذا بيه هنا الهيل والقرنفل كله موجود يعني جوا. زين اصدقائي اخواني واخواتي اكو شغله من الحجيه هسه قالت شنو الحجيه هسه هذا لازم نهائيا ما نخلي مي بارد عليه البطل. لا خليه هو يبرد براحته. يبرد براحته يعني اذا تقدرون تشيلوه اعتيادي الدجاجه وهي حاره شيلوها اعتيادي يعني ماكو مشكله بس شفوف او شيء بس مي بارد نهائيا لا تخلوه على البطل لين يطق. زين اي وبالصينيه بالفرن هم مي فايره. مي فايره كل ما تنقص مي فايره اذا يخلوه مي بارد يطق البطل. يطق البطل هالشكل يعني عرفتوا كله على مي حار يعني يبقى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد. شوف يا ابو شلون الترتيب هذا كله شنو؟ هذا طبعا جوا كله استوى على البخار. زين. هذا هسه شنو الديكورات؟ هذا الكشمش واللوز. حلو حلو عاشتيش والله حجيه ايدك والله شغل ما شاء الله يعني 100 100
يا بعد اللمعة وكل شيء مستوي وكل شيء تمام. خدي حجي هنا شوي نعضوه يبين الشغل عدل. الدقوس هذا الدقوس يابا هذا تخليه بالكاسات هسه طبعا توزعه زين. وهذا شنو مثل ما قلت لكم هذا يتخلى ويا التمن هالشكل وينخبط وشنو يعني ويا المكسرات هذا اللوز ويا الكشمش ويا الدجاج زين. وعاشت ايدك حجيه والله ايدك ان شاء الله جربوا ينجح وياهم وياكلونا بالف عافيه. مثل ما قلت لكم حجيه ان شاء الله تجربوا وينجح وياكم ان شاء الله الطريقه مو هواي صعبه زين وتاكلون ان شاء الله بالف عافيه. ونشوفكم اخواني واخواتي فيديو جديد وعاشت ايديكم مع السلامه.